طب يعني هنسألك عن هم تاني آخر، بس الأول أنت هربت من إيه؟ سنة 66 انا لان انا كنت عملت إيه؟ كنت راجع، رجعت 64 رجعت بعد ما خلصت. لا انا رحت المانيا الاول، درست هناك عشان اشوف المناجم بتاعت اوروبا، في الهند، في المانيا بعت. وفرنسا لا كنت رحت خدت وظيفه عشان ادرس في المانيا من غير ما اعرف الماني، رحت عشان ادرس، ورحت في يونيو عشان هبتدي التدريس في سبتمبر. قلت ما نلحق اعلم نفسي الماني في الثلاث اشهر دول. وتعلمت وتعلمت ده علمت الألماني رزل. رزل جدا، بس الظروف ساعدتني خالص. انا وصلت، انا كان معايا صخور من كل المناجم المهمه بتاعت امريكا، فكنت عايز اجمع صخور من كل المناجم المهمه بتاعت اوروبا المشهوره. فوصلت واخدت الوظيفه وابتديت، ورحت اشتغل في الوظيفه. اول ما وصلت رحت لرئيس القسم، رئيس القسم قال لي شوف احنا عندنا رحله للطلبه وعندنا 30 طالب، والاثنين بس من الاساتذه اللي عايزين يروحوا معاهم، واحنا بنفضل كل 10 طلبه معاهم استاذ، تروح انت معاهم، فرصة ايه دي؟ هيعملوا لفه في كل المانيا وجنوب فرنسا وكل اسبانيا. ده اللي انت عايزه بالظبط. انا عايزه بالظبط. تروح تقابل الوضع وانا واقف، وانا لا ولا انا هعمل ايه ولا هعمل اتصرف ازاي ولا رحت، لان دي يعني هو بالظبط اللي انا عايزه. وما كنتش بتتكلم الماني لسه. وكنت لسه بتكلم الماني. رحت ونزلت البتاع ده وخدت الفلوس بتاعت الرحله. لا الفلوس بتاع الموظف، الفلوس بتاع الشهر. ايوه، مرتبك ورحت من هناك، ما انت رايح اشتغلت خلاص. اديت معظمها لمراتي عشان البنت هي والبنت ياكلوا، ياكلوا وانا خدت كده خمس المرتب معايا. وسبت لها اربع اخماس المرتب. كويس. ورحت لقيتهم اتنين من الاساتذه عواجيز قوي، شعرهم ابيض زي شعرنا كده، قاعدين ورا السواق وبيتكلموا بعض، بيشربوا شنابس وبياكلوا فورست وبياكلوا كذا، وقاعدين بيشتموا في رئيس القسم وبيعملوا كده ولا، وكل ما نقف على حاجه واحد منهم يقول الحته دي كذا كذا، يقولوا انزلوا يا اولاد شوفوها، هم الاثنين قاعدين ورا السواق. محدش نزل. وانا بنزل انت مع طبعا السواق. مع الولاد. انا طبعا مع الطلب. واروح وانا بكلمهم بالانجليزي، وكل شويه وهم يصلحوا بقى فيا. انا قلت مش عارف جرانيت ماس غانيته. فيقول لي بدل ما يقول لي ما انا بقولها كذا، اقول له الاسود ده احنا كده بازلت، بازلت جبتها انت الكلمه. وبعدين هم يقعدوا نقف عشان نبيت، اقف معاهم، يروح الاولاد كلهم يروحوا مجموعه كده عشان يشربوا بيره وياكلوا العشاء بتاعهم، اروح انا معاهم. وكل شويه يقولوا لي دي اسمها كذا، ده البتاع ده بغوت اللي مش عارف. رجعت بعد الست اسابيع اتكلم الماني، الماني شوارعي، مش الماني، مش الماني محلي. الماني تمام. محلي. عمي العمايه الالمانيه. عمي الماني. عمي جيت على سبتمبر كنت جاهز لاني اعلم. المهم خدت كل الحاجات دي وجمعت جامعه العينات اكتر من منها وكذا كذا، ورجعت على مصر عشان اعمل مركز للجيولوجيا الاقتصاديه ليس له مثيل في العالم في واحده من الجامعات بتاعتنا. ماشي. وشحنت على حسابي الحجر ده كله 4 طن صخور، وجايب معايا الميكروسكوب وجايب معايا كذا معدات التصوير وكده عشان ما احتاجش حاجه من بره، عشان ما يبقاش عندي. سنة 66 ولا قبلها؟ 66. كويس. بس يا سيدي، بس ايه؟ وصلت هنا قيل لي ان انا مفروض ادرس كيمياء في المعهد العالي بالسويس. طب انا معايا دكتوراه في الجيولوجيا، رؤساء الاقسام بتاع الجيولوجيا بتاع جامعه القاهره وعين شمس واسكندريه واسيوط كلهم عارفيني بالظروف، كانوا اساتذتي زمان، وما عندهمش حد يدرس جيولوجيا اقتصاديه، ما عندهمش، ولا واحد. وانت بعدك تدرس كيمياء في السويس، وعايزيني هم كلهم، كل واحد اي واحده منهم عايزاني. فانا قلت انا هروح زي ما الوزاره تقول لي اروح. انا مش بطلب. الوزارة عايزة توريني فين هروح، هضرب تعظيم سنة. ماشي. بس قال لي أنت لا كذا. يا عم الله يرضى عليك، أنا ما الدكتوراه بتاعتي في الجيولوجيا. قال لي ما هو الورقة أهي، طلع لي ورقة قد كده أهو. قال لي خمس أسماء، هو اسمك نمرة 3، المفروض تروح تدرسه كيمياء في المعهد، أنت ما أنت تدرس كيمياء في معهد العالي السويس. طب ما الدكتوراه في الجيولوجيا. قال لي يا سيدي
يعني مش هتعرف جيولوجيا وكيمياء، عارف يعني مش هتعرف، مش كلمتين وخلاص، مش هتعرف تفتح كتاب الكيمياء شابتر بشابتر وتقول للعيال لا مش معقول. ادي الخيب عليك. بس يا سيدي، فده كان السبب الاساسي يعني. مشيت اتبهدلت الاول عشان حاولت بعد اصلح الموضوع، ويقولوا لي هو الوزير اللي قال. طب انا قلت لما الوزير يقول لي انا ما اخد ادرس كيمياء ازاي بناء على ان انا ما اخد الدكتوراه في الجيولوجيا، لو ادرس كيمياء بناء على ايه؟ لو الوزير شرحها لي اروح ادرس، بس انا عايز الوزير يقول لي بناء على ماذا ادرس كيمياء وانا معايا دكتوراه في الجيولوجيا. الكلام ده ما كانش ينفع. ما ينفعش. المهم قعدت 3 أشهر ما اشوفش الوزير. وبعدين؟ وبعدين مراتي بعد حامل وهتولد بنتنا نمره 2. لا ما عرفتش امشي ازاي يعني، لسه برضه كنت لسه في قوالات. ورحنا كانت المستشفى والولاده كانت عايزين 35 جنيه وانا بالنسبه لي ده كان جبل ذهب. ولا انا هتولد هنا ولا هناك؟ هنا هنا. اه 35 جنيه في المستشفى الجمهوريه. طب انا اجيب 35 جنيه؟ انا الدخل بتاعي صفر. انا بروح لوزاره التعليم العالي ماشي من القبه يوميا عشان يقابل حد يخلي لي المشكله. بروح ماشي ما عنديش التلات تعريفه بتوع الاتوبيس، فهجيب 35 جنيه من ايه؟ المهم جمعت من اصحابي واخواتي وكذا على جبت 35 جنيه على البنت ما اتولدت. كويس كويس. وبعدين المهم جت ظروف ان هي رجعت، اخوها جه كان بيزور وخدها ومعاه وانا استنيت. وبعدين اشتغلت في شغله كده ضد القانون يعني، وجت ظروف ان انا امشي. اشتغلت ايه؟ اشتغلت في شركه بترول امريكيه. قالوا لي لو انت جبت لنا ورقه، اصل استاذي بتاع الجامعه هو كان مره كان اصلا المفروض عندك تكليف تشتغل في الوزاره مش كده؟ انا 4 سنين مصرفين عليا طبعا. رحت اشتغلت في شركه بترول. اصل انا اخذت الورق بتاعي ورحت الورق بتاعي في الاخر في النهايه كنت اخذته للسيد الرئيس جمال عبد الناصر في مكتبه. لان انا كنت قاعد في تحت تند كده في الصيف وانا ماشي رايح جاي في اليونيون لا مايو، وواحد بيقرا الاهرام ومكتوب على الاهرام الرئيس يقول الرجل المناسب في المكان المناسب. قلت ايوه انا اروح للسيد الرئيس اقول له انا راجل جيولوجي حطني في اي جيولوجي. وخدت الورق بتاعنا، عارفين البيت اللي كان الرئيس بيروح في منشيه بكري، احنا بيتنا جنبه يعني. فرحت خدت الورق بتاعي ووقفت مع العساكر اقول لهم عايزين نشوف حد من مكتب الرئيس. قال لي هتشوف مين يا ابني؟ قلت لهم اي حد. قال لي ما ينفعش يا ابني، جيب كارت من حد، جيب لك ورقه من حد، حد يكلم حد. قلت لهم ما عنديش. شرحت لهم القصه بتاعتي، صعبت عليهم. قال لي طب استنى، يعملوا لي شاي، يدوني سجاره. قلت له عساكر. لحد ما جه واحد مدني في المكتب وقالوا ونادى واحد من العساكر قال له ايه اللي فند ده؟ وشرح له فند لي. قال لي انت عايز ايه؟ قلت له والله انا فاهم كذا، معايا الدكتوراه هي وانا عايز نعمل للست الرئيس عشان نقول له الراجل مناسب وجاي مناسب. قال طب استنى. وطلع بره فوق وبعدين رجع تاني خدني معاه وداني للظابط. انا ما اعرفش، كنت اعرف اسمه، ما اعرفش سكرتيرة الرئيس كان مين ولا مين، انا ما اعرفش. انا ما رايح، انا رايح داخل انا مالي. فالراجل بقى قاعد بالجس زي العسكري طبعا، وعشان نياشين هنا ونياشين كده، ومكتب كبير كده وقاعد قدامه و4 5 ضباط برضه عندهم نياشين. بعدين هو يقول شوف يا اخي المدنيين الراجل هو معاه دكتوراه في السيد الرئيس بيقول الراجل مناسب وكان مناسب وهو عنده دكتوراه في ال يا ابني. قال لي هو عايزين يدرس كده. طب انت معاك الورقه؟ قال لي تجيب عريضه تكتبها في كذا. قلت له حاضر. قال لي لا دي روح اكتبهم كذا واعمل كذا، جيبها يوم الاثنين الصبح الساعه 9. بوسطه بتدخل الرئيس الساعه 9. انا عيصت. عيصت طبعاً. طبعا الورق بتاعي. ورحت يوم الاثنين. ورحت يوم الاثنين الساعه 9 قبلها بنص ساعه واقف. ووقف كده وهو جه، وهو دخلت مكتبه راح كان ورق دوسيه ازرق كده، كان فيه شويه حاجات تانية غير الورقه بتاعتي، حطيت الورقه بتاعتي فوقهم خالص كده. راح قافلها وقال اه ان شاء الله تتحل بحماس كده. وراح داخل على فتح باب اكرة باب كده وراح داخل. اداري دي المكتب اللي قاعد فيه السيد الرئيس على طول، وانا ما كنتش عارف مش عارف حاجه انت خالص. فكنت واقف كده منتظر بقى. هو قال لي 10 دقايق واجي لك. قعد اكتر من ساعه ونص وانا واقف زي متح. ما دخل زي ما سابك. كان في هنا كراسي لا يمكن تقعد. طبعا مرعوب زي ما انا كده. رجع بعدها بشويه كده، انما كان بيقول لي ان شاء الله تتحل، نفس الكلام اللي قاله لي، بس بيقول اه ان شاء الله تتحل.
بدل ما كان بيقول الله ان شاء الله تتحل الورقه. وبعدين قال لي يا امضه الرئيس اهي، وراح فتح الظرف ورالي امضه الرئيس عبد الناصر عليها، مكتوب عليها للسيد وزير التعليم العالي رجاء النظر جمال عبد الناصر، وراح كتب تاريخ. انا كان في مصري دي معناها ايه؟ يعني انتوا فالقيني بالبلاوي دي ليه؟ انا مالي باللبخ اللي انتوا بتعملوه ده. رجاء النظر يعني دي شغلتك، احنا مالنا خلص الحكايه دي. لو كان قال رجاء النظر والافاده خلاص معناها حل المشكله وقول لي ان انت حلتها. يوميها ده رحت رجعت على قعدت الف في الشارع خلاص مش هتفش، ورحت جامعتي على جامعه عين شمس، ودخلت مكتب استاذ من الاساتذه هناك، قال لي يا فاروق مالك وشك اسود؟ قال لي انت كنت فين؟ قلت له، قال لي يا ما مش هتنفع انت تقعد كده من غير شغل، لازم تشغل مخ، تعال انا هشوف لك. انا في واحد صاحبي بيشتغل في بان امريكان الامريكيه وشوف لك حاجه، وخدتني في عربيته ورحنا على المعادي ودخلوني هناك وادوني شغل. مش الحال ومش الحال لحد ما جت فرصه تطيح. اصعب هم انتصرت عليه يا دكتور فاروق، وده اخر سؤال ليا. هو ده طبعا، ده هم رهيب جدا. انا جاي مرتب نفسي اعمل واعمل واعمل واعمل، وليس لي اي فرصه ان انا اعمله ده. خدت شنطتك والاتنين طن ولا اربعه طن؟ لا كله هنا سبته للجامعه طبعا، يعني ومشيت. يا كان انا قاعد في اوضه واتهدت فوق دماغي. كل الامال اللي انا حطيتها وكل الهيصه اللي انا مرتبها في مخي، وهعمل ايه واعمل ازاي واعمل مؤتمرات امتى واجيب مين يعمل المحاضرات عندي، كل ده اتهد فوق دماغي. بس انت حولت الهم، انت خلصت منه وقدرت تكمل هناك طبعا. وتعمل طبعا، ما هو اما انك تقعد تعيط ولا تقعد وتبكي في الركن الاوضه، يا اما تقف. هو ده الوضع، هميت بس تطيح. هميت يا دكتور يعمل. ودي حاجه يعني مهمه جدا. سؤال معلش اخير تاني ونختم بالحلقه، انه احنا فين والدنيا والعلم اللي انت فيه، الفرق بيننا مسافته ايه؟ ده فرق شاسع، بس الحمد لله ان احنا دلوقتي في مصر بدينا على الطريق الصح، لسه ما مشيناش فيه. بدينا في الطريق الصح، هياخد وقت، ما تعرفش بقى 5 سنين 10 سنين، احنا وظروفنا يمكن اكتر من 5 10 سنين، بس احنا عرفنا فين الطريق الصح وهنمشي فيه ازاي. دلوقتي بدات في بس المسافات بيننا ملاش اول ولا اخر، مسافات رهيبه. احنا تاخرنا رهيبة بشكل رهيب في التعليم والصحه والزراعه والانتاج الاكل والكذا. احنا بنستلف 60%، بنستلف فلوس من البنوك عشان نشتري 60% من العيش اللي احنا بناكله. ده مصيبه. احنا حصل عندنا ترهل صحيح سنين طويله. صحيح. خير. بشكرك شكرا جزيلا دكتور فاروق ومنور مصر، وارجو في زياره جايه يكون لنا نصيب ونقعد نتكلم مع حضرتك. شكرا. الف شكر. اهلا بيك. صباح على خير.